سحابة شرق السيل من العيار الثقيل الرب. اليوم 27 اغسطس 2021 من ترجيع الامتداد طريق الوادي الطالع غرب مدينه ابها، تساقط برد باحجام كبيره تشوفونه، سعاده فرح وناسه شيء خيالي. يلا اسعد الله مساءكم بكل خير. اكوام البرد السوده 19/1443 ما شاء الله تبارك الله. اخوكم مبارك بلا حال حيدر.